حكم النوم عن صلاة الفجر بسبب النوم الثقيل. إذا أخذت بالأسباب وغلبت مع كونك أخذت بالأسباب فلا شيء عليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وهو يشهد له حديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هذا قد ورد في هذا الباب شيء جدير بأن يذكر في هذا المقام، ألا وهو أن صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه شكته زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، زوجي صفوان يمنعني إذا يفطرني إذا صمت، ويمنعني إذا قمت، أي قمت من الليل أصلي، ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. فقال صفوان: يا رسول الله، أما قولها يفطرني إذا صمت فأنا رجل تزوج أحتاج إلى زوجتي تصوم غير إذني، وكذا من معها من القيام. أما قولها إني لا أصلي الفجر حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت عرف عنا ذلك. كيف ذلك؟ في بيوت أهلها معروفون بالنوم الكثير، يعني ممكن يكون نايم 10 ساعات ويستيقظ وبعد العصر، وترى أيضا ينام ويجلس معك. قد رأينا من هؤلاء أصنافا كثيرة، فهذا نوع قد يكون مرضا لكنه موجود، لكنه موجود في بعض الأسر، تجد الولد هكذا وأبوه هكذا وأخوه هكذا هكذا، ينام مهما ينام، لكن يجي في درس مثلا علم ولا في أي مكان دخل في النوم. إلا أن هذا الحديث الذي ذكر في شأن صفوان بن المعطل وإن كان إسناده صحيح، لكن البخاري يومئ إلا أن فيه كلام لقول صفوان في حديث الإفك: والله ما كشفت عن أنثى قط. لكن حاول بعض العلماء الجمع، قالوا إن شكواها بعد حديث الإفك، فالله أعلم.